في ولاية أدرار عندك 58 مساحة خضراء، في ولاية أدرار فيه 59 نادي أخضر، فيه منطقتين محميتين، فيه مركزين للردم التقني لتسيير النفايات. في ولاية أدرار فيه قطاعنا على عن طريق مديرية البيئة لولاية أدرار قام بحوالي 69 زيارة تفتيش للمنشآت المصنفة التي عددها يتراوح ما بين 683 منشأة مصنفة لحماية البيئة. فكل هذه المؤشرات تعكس الوضع البيئي في ولاية أدرار. تم اقتراح إنجاز بحيرة اصطناعية في مخرج المحطة تصفية المياه التي هي في طور الإنجاز الآن. فهذا المشروع البحيرة الاصطناعية له من الأبعاد الاجتماعية في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، له من الأبعاد الاقتصادية في تنمية السياحة البيئية على المستوى المحلي، وله من الأبعاد البيئية في حماية الأوساط المستقبلة على مستوى ولاية أدرار. السيدة وزيرة البيئة أعربت عن اهتمامها باقتراحات من طرف الجمعيات، اقتراحات خاصة بمشاريع للمنطقة خاصة لحماية الأنظمة تسقي الفقارة والواحات، ليتم اقتراح هذه المشاريع في إطار التمويل البيئي العالمي من طرف الصناديق العالمية للبيئة. الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة التي محاورها 7، فيه 3 أو 4 محاور عندهم علاقة مباشرة بالأوساط، بحماية الأوساط المستقبلة والمياه الجوفية. فالمحور الأول خاص بتطوير الاقتصاد التدويري، فلما نتحدث عن تسيير المياه أو اقتصاد المياه فيدخل في هذا المجال. فنحن اليوم لسنا بحاجة لتبذير المياه، حتى المياه الصرف الصحي يجب أن تعالج وتستغل في نشاطات اقتصادية أخرى. فيها أيضا المحور الثاني الخاص بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحسين الصحة أيضا. فلما أنت تضمن للساكنة وللمدن شبكة صرف صحي جيدة، فأنت تحافظ على صحة السكان التي تدخل في إطار الهدف الثاني من المحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة. المحور السادس الخاص بالكفاح ضد التغيرات المناخية. اليوم من بين أخطار ولا من بين تداعيات التغيرات المناخية هو قلة الموارد الطبيعية ولا سيما المياه. فالحفاظ على المياه والتسيير المحكم للمياه يدخل أيضا في إطار جهود الجزائر والجهود القطاعية في الكفاح ضد أخطار التغيرات المناخية. والهدف 7 في استراتيجية البيئة والتنمية المستدامة الخاص بالحوكمة الرشيدة، فيخص كل مكونات البيئة والطبيعة بما فيها المياه الأوساط المستقبلة وحماية البيئة. في إطار الترسانة القانونية التي وضعتها وزارة البيئة، فيه المرسوم رقم 07145 والمرسوم 06198 الخاصين بتسيير ومراقبة المنشآت المصنفة لحماية البيئة. فاليوم أي نشاط صناعي أو أي منشأة مصنفة لحماية البيئة قبل البداية في المشروع يجب القيام بما يسمى دراسة الخطر على البيئة، دراسة التأثير على البيئة، المخطط التدخل الداخلي والتدقيق الدوري للبيئة. وضعت مجموعة من الآليات الاستراتيجية والآليات العملية. ففي الآليات العملية لك مجموعة من الآليات المؤسساتية ومجموعة من الآليات التشريعية والقانونية. فنعطيك بعض من الأدوات التي هي اليوم تستعمل في إطار تنفيذ السياسة القطاعية. فمثلا دراسة التأثير على البيئة، دراسة الخطر، التدقيق الدوري للمنشآت المصنفة وللمناطق الصناعية. فكل هذه الآليات اليوم هي تسمح بتنفيذ السياسة القطاعية المتعلقة بحماية البيئة.
أيضا الأحواض البترولية هي أيضا تعتبر تحدي كبير في تسييره، لأنه نظرا للتأثير تاعه على الثروة الحيوانية في منطقة الصحراء والتأثير المحتمل على المياه الجوفية خاصة، فالمعايير البيئية معروفة والتسيير المحكم لهذه الأحواض معروف، ففي إطار بذل الجهود من طرف سوناطراك في تسيير هذه الأحواض التي عددها جدا معتبر، فوزارة البيئة تشجع شركة سوناطراك في مواصلة احترام المعايير البيئية وإدماج الأبعاد البيئية في مختلف استراتيجياتها التنموية في مشاريعها المستقبلية.